مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم وقائع الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة التقرير الذي أصدرته اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة. وأوصت اللجنة في تقريرها بأغلبية أعضائها بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. للمزيد مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بحضرتك معنا في على شاشة إكسترا نيوز ضيفا عزيزا في الاستوديو. طبعا كنا نتابع هذه الجلسة العامة واللقاءات التي أجرتها إكسترا نيوز مع السادة النواب الذين كان لهم مشاركتهم في هذه اللجنة الخاصة التي شكلت لمناقشة ودراسة برنامج الحكومة. تفضل أستاذ. هو في البداية طبعا احنا امام مشهد تاريخي ومشهد عظيم بالنسبة للدولة المصرية. طبعا بعد إلقاء بيان الحكومة الأسبوع الماضي تم تشكيل اللجنة من قبل رئيس مجلس النواب، وهذه اللجنة استمرت لمدة 6 أيام، ناقشت الوزراء كل وزير في كلهم في برنامجه، وكان في مناقشات. كل هذه المناقشات من أجل طبعا المصلحة الوطنية ومن أجل تحقيق بيان الحكومة اللي هو مقدم خطة لمدة 3 سنوات جاري تنفيذها طبعا بشكل سريع جدا. ثم بعد ذلك تقديم هذا البيان إلى أو عمل اللجنة أمام البرلمان من أجل طبعا منح الثقة للحكومة. ده المشهد ده احنا ما شفناهوش قبل كده داخل الدولة المصرية أو داخل الحياة السياسية في الدولة المصرية. طبعا ده بجانب أيضا نقطة مهمة جدا، التكامل بين مؤسسات الدولة، يعني التكامل بين الحكومة، التكامل بين مجلس النواب، لأن مجلس النواب احنا عارفين أنه هو الرقيب على دور الحكومة أو عمل الحكومة داخل الدولة المصرية. وأيضا في إضافة جديدة اللي هي الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني اللي تم طبعا وضعها في داخل برنامج الحكومة من أجل أن هو يتم العمل عليه. الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية بتقدم لسيادتك وافر الشكر والتقدير على إقرار أسلوب عمل لجنة دراسة برنامج الحكومة، ولأول مرة بحضور السادة الوزراء ونوابهم أمام اللجنة كل في مجال اختصاصه، وعرض برنامج الحكومة في وزارته ومناقشة السادة أعضاء اللجنة لسيادته. والحقيقة ساعد على نجاح أعمال هذه اللجنة التفاهم الكامل للسادة الوزراء لمهام اللجنة، وأيضا حضور السيد المستشار محمود فوزي كل جلسات اللجنة، وأيضا الحقيقة القيادة الحكيمة والإدارة الحكيمة من معالي المستشار أحمد سعد رئيس اللجنة، وأيضا المناقشات والمداخلات القيمة من السادة الأعضاء اللجنة، وأيضا المعاونة الصادقة من الأمانة العامة في كل أعمال اللجنة. سيادة الرئيس، إنني من خلال مراجعة بيان الحكومة المكون 270 صفحة، وأيضا من خلال مناقشة هذا البرنامج مع السادة الوزراء في اللجنة والتي نتج عنها تقرير من 57 صفحة وانتهت إلى مجموعة من التوصيات نطالب الحكومة بالأخذ بها. وعلى ذلك أود أن أشير سيادة الرئيس إلى أن برنامج الحكومة جاء محققا لطموحات المصريين، وتضمن 4 محاور رئيسية شملت مستهدفات متعددة تلبي الاحتياجات الراهنة للمواطن المصري، وأيضا تعزز من استقرار البلاد، وأيضا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والدولية المتقلبة. كما أن هذه المستهدفات سيادة الرئيس التي تضمنها البرنامج ستساهم بشكل فعال في تحسين الأحوال المعيشية للمواطن من خلال أهداف تنموية واقتصادية محددة تشمل تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتنفيذ المرحلة الثانية مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للمواطن في القرى المصرية. وأيضا سيادة الرئيس، كما أن تعيين نائبين للسيد رئيس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية يعبر عن أولويات الحكومة في المرحلة القادمة. وفي النهاية سيادة الرئيس، إنني متفائل بتشكيل السادة الرئيس وأعضاء الحكومة الجديدة وقدرتهم على تنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة الطموح، وأيضا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على بيان الحكومة، وأيضا
أمنح الثقة للحكومة باسم الهيئة البرلمانية وفي ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة النائب أحمد بهاء شلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا رئيس على الكلمة. وطبعا يمكن في البداية بحب أتقدم يعني بالشكر والتقدير للقيادة السياسية. الموضوع كله بدأ من أول التكليف من القيادة السياسية لدولة رئيس الوزراء. التكليف جه بيعكس كل متطلبات الشعب المصري والأولوياته اللي هو محتاجها في المرحلة الجاية. بنشكر معالي دولة الوزراء لأن التكليفات دي تم ترجمتها في إعادة هيكلة الوزارات، شكل التشكيل الوزاري من خلال وجود 2 نواب، من خلال دمج وإعادة هيكلة الوزارات ما بين دمج الوزارات وفصل بعض الوزارات الأخرى. سعداء بأن احنا النهاردة عندنا أهم ملفين بقى ليهم نواب لمجلس الوزراء، سواء التنمية الصناعية وهي عماد التنمية الاقتصادية أو التنمية البشرية عشان المواطن المصري، وده من أحد المستهدفات الجاية في التكليف. بالإضافة إلى كده يمكن احنا خلال اللجنة تلاقينا مع جميع الوزراء وتعاملنا معاهم كأشخاص، وفعلا كنا سعداء جدا بأن دايما زي ما بنقول مصر ولادة، مصر فيها هذه الكوادر، وقدام أمام يعني إن شاء الله تشكيل وزاري فيه أشخاصه كلهم بسيرة ذاتية وكلهم ملمومين بالملف. فكنا سعداء جدا وبنشكر دولة رئيس الوزراء على هذا التشكيل وترجمة التكليفات دي في التشكيل الوزاري. أخيرا لما بنيجي نبص على البرنامج بنلاقيه جه على الأربع محاور الرئيسية، بنلاقي إن الأربع محاور دول كانوا منقسمين لبرامج، برامج رئيسية وبرامج فرعية. البرامج دي ليها مستهدفات كمية، المستهدفات دي ليها أوقات على مدار الثلاث سنوات. خلال اللجنة وخلال عمل اللجنة يعني وخلال التواصل مع الوزراء لقينا أغلبية التحديات اللي احنا بنواجهها في هذه البرامج كان في إلمام بيها وكان في وضوح للرؤية انها يتم تنفيذها ان شاء الله ازاي. وبالتالي يا فندم احنا حابين في النهاية نشكر سعادة المستشار احمد سعد على ادارته للجنة، وبنأكد على ان جميع التوصيات اللي توصينا بيها كهيئة برلمانية لحماية الوطن خلال اللجنة ان شاء الله هنبقى في متابعة ليها، وان شاء الله بإذن الله منتظرين يمكن سنة بسنة، ومنتظرين ان شاء الله بإذن الله يكون في مستهدفات تتحقق على قصير الأجل. وشكرا يا رئيس. شكرا. بعد ذلك سيادة النائب محمد إسماعيل. شكرا سيادة الرئيس على منح الكلمة. باسمي وباسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق سيادة الرئيس على برنامج الحكومة. توسمنا خيرا في التشكيل الوزاري الجديد كان نابع سيادة الرئيس مما لمسناه من أداء السادة الوزراء في اللجنة الخاصة وتفاعلهم مع الرؤى والمقترحات التي تقدم بها السادة أعضاء اللجنة الموقرة من النواب. سيادة الرئيس، نتمنى من السادة الوزراء بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتغيرة بتسارع شديد. بتحليل سيادة الرئيس برنامج الحكومة نجد أنه يمتاز بعدة نقاط ستوقف عليها سريعاً. الشمول للقضايا والملفات التي تهم المواطن فهو انقسم إلى 4 محاور. شفنا 12 هدف استراتيجي، شايفين أكثر من 44 مؤشر أداء، 37 برنامج رئيسي و137 برنامج فرعي. ده ياخدنا يا رئيس للنقطة الثانية وهي تقسيم المستهدفات لبرامج رئيسية وبرامج فرعية، لأن المجلس الموقر دائما وأبدا حتى في مناقشة الموازنة كنا بندور على موازنة البرامج، ودينا شايفين برنامج حكومة ليه برامج نقدر نتابعها. احتواء البرنامج في معظم محاوره إلى أهداف رقمية بأطر زمنية. أخيرا يا سيادة الرئيس، في الأهداف اللي بيحطها البرنامج، الرؤية الجديدة للحكومة للتشبيك ما بين الوزارات، شفنا أكتر من وزارة بتحقق نفس الهدف. من الهام يا رئيس على الحكومة. شكرا سيادة النائب أيمن محسن.
ما زلنا مشاهدينا الكرام نتابع مع حضرتكم هذه الجلسة العامة التي يناقش فيها تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت من قبل مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، ومعي في الاستوديو السيد الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، يعني احنا كنا وصلنا مع حضرتك في الحديث لأن برنامج عمل الحكومة اللي أعضاء مجلس النواب ناقشوه عبارة عن 3 سنوات، وكنت حضرتك بتقول أسباب إن هم خلوه 3 سنوات، ما استنناش لحد ال5 سنوات لما تخلص، اللي هي دائما خطط الحكومة بتبقى خطط خمسية. لا، هي 3 سنوات لأن هي متقسمة زي ما السيد رئيس الوزراء كان عنده مؤتمر صحفي امبارح وتحدث عن إن ليه 3 سنوات مش 6 سنوات لغاية 2030 اللي هي الوصول لرؤية مصر 2030 عشان يتم إنجاز أكبر قدر ممكن من المهام المكلفة بها الحكومة خلال ال3 سنوات دول، وإنه يقدر إن هو يظهر أمام الشارع أو الشارع يلمس بشكل واضح وبشكل سريع أيضا الإنجازات اللي بتنفذها الحكومة في الوقت الحالي. فأنا زي ما بقول لحضرتك أنه كان في تكامل مهم جدا بين مجلس النواب وبين الحكومة وبين أيضا الحوار الوطني في إطار طبعا مؤسسي كبير من أجل طبعا تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا من المعروف طبعا ان مصر في الوقت الحالي او المنطقة اصبحت ملتهبة بشكل كبير، العالم اصبح فيه ازمات، كل العالم كل ما يحدث في العالم طبعا بالتأكيد بيأثر بشكل مباشر على الدولة المصرية وبيأثر على الامن القومي المصري، زي ما حصل في روسيا واوكرانيا تأثرت الاقتصادات العالمية، فبالتأكيد تأثر الوضع في داخل الدولة المصرية اقتصاديا. كان من اهم هذه المهام طبعا حماية الأمن القومي المصري، حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل طبعا، أولا المفهوم العسكري للأمن القومي أو المجال العسكري ده يمكن أول محور في المحاور الأربعة. المحور ده في غاية الأهمية لأنك مش هتقدر تعمل أي تنمية داخل الدولة إلا لو كنت تمتلك قوات مسلحة قادرة على حماية الأمن القومي بقى بمفهومه الشامل طبعا. ككل قوات مسلحة رادعة قوية، لما يبقى عندك قوات المسلحة القوية الرادعة يبقى أنت عندك القدرة على التنمية، عندك القدرة على اتخاذ قرارك يبقى نابع من المصلحة الوطنية للدولة المصرية، قادر على تأمين الحدود. احنا شايفين الحدود الغربية في أزمة، الحدود الجنوبية فيها أزمة، طبعا في الاتجاه الشمالي الشرقي في أزمة كبيرة دلوقتي في قطاع غزة، أيضا في البحر الأحمر. إذن المنطقة ملتهبة فيجب أن تمتلك القوة والقدرة، وده كان في استشراف للمستقبل من السياسة العامة للدولة اللي تم وضعها في عام 2014 وهو امتلاك القدرة العسكرية القوية لحماية أمن القومي وتطويرها وتحديثها كل باستمرار من أجل حماية الحدود المصرية ومن أجل العمل على البدء في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. طبعا من أهم مجالات أيضا الأمن القومي المصري هو مجال السياسي وكيفية التعامل مع السياسة الخارجية ومع المتغيرات العالمية اللي بتأثر برضو على الدولة المصرية. فمصر ليها ثوابت وثوابتها واضحة في سياستها الخارجية، عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، إقامة علاقات متوازنة مع قوى الفعلة في النظام العالمي مع دول العالم كلها والانفتاح على دول العالم من أجل طبعا أن مصر تجذب الاستثمارات وتبقى علاقتها قوية بكل التكتلات وكل الكيانات الدولية في الوقت الحالي، وهو ده اللي احنا شايفينه من 10 سنوات الماضية. نعم. كان في سياسة واضحة جدا خارجية طبعا، العمل طبعا على تطويرها والعمل على الاستفادة من ما حدث من قبل في المرحلة المقبلة ده شيء مهم جدا، وكان في انفتاح على دول جديدة، يمكن علاقات خارجية، يمكن مصر كانت في فترة معينة كانت عملت إهمال في بعض يعني العلاقات مثلا زي العلاقات الأفريقية والعلاقات الأسيوية، ولكن احنا لقينا نهضة في هذه العلاقات في الفترة الأخيرة زي ما حضرتك ذكرت. ده من خلال السياسة العامة للدولة. نعم. يعني احنا كانت أفريقيا مهملة بشكل كبير، مصر أصبحت ده احنا في أفريقيا كمان تم تعليق عضوية مصر في أفريقيا في الاتحاد الأفريقي في عام 2013، لكن قدرت الدولة المصرية بسياستها وانفتاحها انها تقوم
تقود دلوقتي أفريقيا من أجل عملية النهضة الشاملة داخل القارة الأفريقية. ما كانش فيه علاقات مع دول البلقان ودول البلطيق والعديد من التكتلات العالمية. مصر قدرت إن هي طبعا بزيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقامة علاقات متوازنة مع هذه الدول، قدرت الدول دي وقدرت مصر إن هي أمام العالم كله إنها يعني تتميز بالمصداقية، تتميز بال يعني ما فيش أي قرار بيتم أخذه في منطقة الشرق الأوسط إلا لما يبقى فيه الرؤية المصرية. وأعتقد إن ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي يؤكد على الثوابت السياسية للدولة المصرية، وإن الرؤية المصرية هي الرؤية الثاقبة، وإن العلاقات المصرية القوية مع كل دول العالم قدرت إن هي تغير من وجهة ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي، وأن العديد من دول العالم بدأت تعترف بدولة فلسطين وتدين ما يحدث من قبل. وده طبعا نظرا زي ما حضرتك بتشكر للدبلوماسية المصرية، الدبلوماسية المصرية الواضحة. طبعا النقطة الثانية المهمة هو بناء الشخصية المصرية. نعم. بناء الشخصية المصرية ده محور مهم جدا، بناء الشخصية المصرية ده اللي دايما بيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بناء الشخصية المصرية ده يتطلب تكاتف وتضافر جهود العديد من الوزارات داخل الدولة المصرية، ولازم يكون في تكامل بينهم وبين بعض، بداية من التعليم، بداية من التعليم بقى بمفهومه الشامل، التعليم من التعليم الأساسي وتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع التطوير والتحديث اللي احنا شايفينه في العالم كله في الوقت الحالي. الاهتمام بالتعليم الفني، وده اللي بيأكد عليه دايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ لأن في الوقت الحالي الدولة بتتجه ناحية إنشاء المصانع والصناعات والمشروعات القومية الكبرى اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي، فعشان يتم تنفيذ هذه المشروعات لازم يبقى فيه إيد عاملة قوية دارسة. ده طبعا بيخرج من خلال التعليم الفني، يبقى سوق العمل محتاج عمالة، هذه العمالة فنية دارسة متعلمة، فيتم طبعا توجيهها إلى هذه المصانع. أيضا التعليم التكنولوجي ما بعد الثانوية العامة، ده من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية داخل جمهورية مصر العربية. طبعا احنا عارفين ان العالم بيتطور في الوقت الحالي، وان الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات دي بتطلب، او اللي متواجدة في مصر كلها او في الخارج طبعا بتطلب ان يبقى فيه التكنولوجيا ودراسة التكنولوجيا والتقنيات التكنولوجية العالية والذكاء الاصطناعي وخلافه. اذا ده بدأ موجود داخل الدولة المصرية، لازم يتم التطوير والتحديث في هذا المجال، في مجال التعليم بشكل أساسي. بناء الشخصية المصرية أيضا بيتطلب إيجاد رعاية صحية مهمة للمواطن منذ بدايته وهو طفل مثلا لغاية طول عمره، يعني يتم اهتمام من الدولة بصحة المواطن وتقديم العلاج المناسب. احنا شفنا كانت مصر كانت من اوائل الدول اللي فيها فيروس سي. نعم. تم القضاء على فيروس سي. يمكن لسه كنت اسألك او اقول لحضرتك ان يعني يمكن مجهود واضح حصل في النقطة دي تحديدا، لدرجة ان احنا كلنا في وقت معين كنا خايفين من بعض ان احنا حد ينقل لحد الفيروس سي. النهاردة الحمد لله رب العالمين بمنتهى الامان. وما عادش اعتقد في غير نسب بسيطة جدا لا تذكر يعني، ويتم علاجهم على نفقة الدولة، بل بالعكس ده تم تصدير الخبرة المصرية في هذا المجال للدول الأفريقية ودول كتيرة. قضى على قوائم الانتظار مباطرة 100 مليون صحة لمعرفة الأمراض اللي هي زي مثلا الضغط والسكر، الأمراض المزمنة، والبدء في تحويل المواطنين للعلاج. المشروع الأكبر اللي هو مشروع التأمين الصحي داخل مصر، واللي بدأ في عدد من المحافظات، يتم بقى العمل في خلال المرحلة المقبلة ان هو يعني يبقى يتسع في باقي المحافظات، ومع تقديم خدمة طبية جيدة مع توفير الأدوية من خلال طبعا مصانع الأدوية اللي تم إنشائها ومدينة الدواء وخلافه. طبعا كل ده الحكومة أو وزارة الصحة خلال المرحلة المقبلة عليها دور كبير، مع تطوير طبعا المستشفيات وتحديثها بشكل واضح وبشكل صريح. طبعا النقطة الثانية في أو الثالثة في بناء الشخصية المصرية هو أستاذن حضرتك نقف عند النقطة الثالثة في بناء الشخصية المصرية. هنستقبل التليفون من السيد الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي متحدثا هاتفيا إلينا في إكسترا نيوز. أستاذ خالد أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبضيفك الكريم وفريق عمل البرنامج.
أستاذ خالد، طبعا نتابع هذه الجلسة التاريخية كما ذكر الأستاذ خالد عفيف مدير تحرير الأهرام، يعني لم نتابع مثل هذه الجلسة من قبل. اتفضل أستاذ خالد. هذه الجلسة ليست جلسة مناقشة بيان للحكومة، وإنما في رأيي أنها عقد اجتماعي جديد بين الشعب المصري وبين السلطة التنفيذية. تتعهد فيه السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بما ستقدمه للشعب المصري، حكومة جني الثمار، حكومة اتضح من تفاصيل ما قدمت من بيانات واستيضاحات واستفسارات اللجنة المشكلة وفقا للمادة 146 من الدستور من البرلمان، تفاصيل تؤكد أننا مقدمون على انطلاقة كبرى نجني فيها ثمار السنوات السابقة اللي قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها ببناء مصر الحديثة بدون أي تزايد. مصر أصبح لها شكل آخر، ولننظر إلى وجوه الأجانب الذين يقدمون إلى مصر لينظروا كيف كانت مصر وكيف أصبحت. كل شهر في شيء جديد. عندنا دلوقتي بنية تحتية قوية جدا تكفل الانطلاق، عندنا احتياطي نقدي، عندنا أهم عنصر الإنسان المصري 65% شباب، عندنا انطلاقة كبرى في الزراعة. نجح فخامة الرئيس أنه يزود المساحة المأهولة للسكان من مصر كلها الضعف، كنا 4% طول فترات حياتنا، دلوقتي بقينا 8% مساحة مأهولة. الصوامع الجديدة اللي تكفل الاستقلال الغذائي والتأمين الغذاء للمواطن المصري، كذلك حملة 100 مليون صحة اللي عملت قاعدة بيانات صحية للمواطن المصري. أصبح الوقت حاليا وزارة الصحة تقدر تشتغل على قاعدة بيانات سليمة سديدة، مفيش فيروس في مصر الحمد لله. ماذا ننتظر؟ وخير عميم. كنت حضرتك بتتكلم في بناء شخصية الإنسان المصري. نعم، أنا أعتقد شخصية الإنسان المصري بتبدأ منذ أن يكون طفل مميز، يعني فوق السبع سنين، يعني سنة أولى ابتدائي يبتدي بقى إيه التعليم، مهمة المعلم والكثافة الطلابية وزيادة عدد الفصول بزيادة عدد أدوار المدارس، بدل ما تبقى 5 نخليها 7 عشان نستوعب الكثافة، لغاية لما نقدر نوصل لاستيعاب كامل للطلبة واستعادة دور المدرسة. وموضوع السناتر ده لازم يتقلص شوية علشان ده ليه آثار ضارة شوية كتير على غير قادرين من الطلبة. وبيقود عمل المدرسة أو المؤسسة يعني التعليمية طبعا بوجه عام. طيب يعني أنا بسأل حضرتك يا أستاذ خالد، يمكن السيد رئيس مجلس النواب أشاد بوسائل الإعلام وقدم الشكر طبعا باعتبار أن احنا وسيلة إعلامية وهي قناة إكسترا نيوز، يعني هل ترى بالفعل أن وسائل الإعلام قامت بنقل الصورة بكل واقعية وحيادية؟ بكل أمانة، وأنا بصفتي رئيس حزب الشعب الديمقراطي وعضو تحالف الأحزاب المصرية المكون 42 حزب، أنا اشتغلت في العمل السياسي من 3 عقود أو أجل شوية، لم أرى ولم أشهد طيلة ما عشت من حياة سياسية وسيلة إعلامية زي يعني اللي بتقوم بيه الشركة المتحدة وإكسترا نيوز وإكسترا لايف وكل ما يتبع من الشركة المتحدة من وسائل إعلام وقنوات. بحق وبكل إخلاص أنتم قمتم بدور وطني عظيم لبناء مصر ولمواجهة الإعلام المضلل ولأجل نقل الصورة الصحيحة الحقيقية الغير مشوهة الغير حيادية للمواطن المصري، وأنا أشكركم على ما تقومون به من أجل تقوية الحياة السياسية، لأن صوتنا كأحزاب سياسية لما يطلع بهذا الشكل ويصل لكل المواطنين ده يبقى تفعيل للدستور في المادة 5، ده يبقى دور وطني عظيم يستاهل
الشكر والتقدير. نعم، واحنا بنقدم لحضرتك الشكر ايضا والتقدير. بنشكر حضرتك يا الاستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز. مره اخرى مشاهدينا الكرام نواصل الحديث مع السيد الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. استاذ جميل، يعني كنت تتحدث عن المحور الثالث في بناء الانسان المصري. هو طبعا المحور الثالث يعني استكمالا طبعا لدور او اشاده السيد رئيس مجلس النواب بالإعلام المصري، وأنا بشيد طبعا بقنوات إكسترا نيوز قدرت إن هي تنقل وإكسترا لايف قدرت إن هي تنقل خلال الفترة الماضية كل ما منذ بيان أو من قبل حتى بيان الحكومة الوقائع كلها تم نقلها، تم نقل أيضا الصورة الحقيقية لما يتم، وده بقى الإعلام الوطني اللي هي طبعا في بناء الشخصية المصرية. دور الإعلام ده من أهم الأدوار في بناء الشخصية المصرية. ليه؟ لأنك بتنقل الصورة الحقيقية للمواطن المصري. نعم. دون زيف ودون أي إضافات، بالعكس أنت بتنقل الصورة الحقيقية اللي موجودة على الأرض، بتنفي كل الشائعات وبتدحض كل الشائعات، وبتواجه الإعلام المضلل ضد الدولة المصرية، بتقدم خدمات إعلامية قوية جدا. وده نقطة مهمة طبعا خلال الفترة الماضية قدرت الدولة المصرية من خلال الشركة المتحدة ومن خلال قنوات إكسترا نيوز وإكسترا لايف وطبعا القاهرة الإخبارية اللي كان ليها دور مهم جدا لتغيير الرؤية أو وضع الرؤية المصرية أمام العالم كله. وده نقطة مهمة جدا في القوة الناعمة للدولة المصرية وأحد عناصر الأمن القومي المصري وأحد عناصر القوة المصرية اللي هو الإعلام المصري اللي لازم نشيد به في الوقت الحالي، وهو أيضا ليه دور مهم جدا في إعادة بناء الشخصية المصرية. طبعا ولازم نذكر المشاهد أو المتابع معانا أن الإعلام يعني بكل وسائله إذا كانت مسموعة أو مقروءة أو طبعا الهدف في النهاية أنه سلامة وأمن الوطن واستقرار ويعني والحفاظ على أهداف الحكومة طبعا والمواطن المصري، كل أهداف يعني في الآخر بتتجه إلى مصلحة الإنسان المصري والمواطن المصري في النهاية. هو الإعلام هو نبض الشارع، الإعلام هو في الأساس لحماية المواطن المصري ووصول حقوقه إليه مع نقل الصورة الحقيقية داخل الدولة أمام متخذ القرار وأمام الحكومة المصرية، وأيضا نقل رؤية الحكومة للمواطن المصري من أجل تحقيق التكامل، من أجل التثقيف، من أجل زيادة الوعي عند المواطن المصري، كانت قنوات فضائية أو وسائل طبعا الصحف أو الإذاعة. نعم. كلها بتتكامل، مرية أو مسموعة أو مقروء، في النهاية كلها هدف بتتكامل. واحد وتتكامل في الهدف واحد هو سلامة واستقرار الوطن ومصلحة المواطن المصري. لو رجعنا تاني الجلسة العامة التي تعقد الآن يا أستاذ جميل، طبعا يعني هناك كلمات من السادة الأعضاء واللي كانوا مشاركين في اللجنة الخاصة التي تابعت برنامج الحكومة، ولكن يعني أنا سمعت إن كان هناك أو عدد بسيط أو أقلية اعترضت على بيان الحكومة أو على برنامج الحكومة. هل تعتقد أن هذه الاعتراضات يعني الاعتراضات أيضا في محلها وممكن أن تؤخذ في عين الاعتبار باعتبار إن إحنا عندنا مكشفة ومصارحة في ويعني يمكن يوم تاريخي زي ما حضرتك هو ذكرت؟ اللي اعترض حوالي 6 أعضاء من اللجنة اللي تم تشكيلها، طبعا ده في إطار طبعا الدور الديمقراطي داخل الدولة المصرية، والدور الديمقراطي داخل البرلمان المصري إن كل واحد من حقه إن هو يطلع، من حقه إن هو يقول رأيه على بيان الحكومة، هل البيان ده يصلح أو لا يصلح، هل في نقاط محددة ممكن تعديلها أو ممكن النظر إليها. فأعتقد إن ده ما يحدث في الوقت الحالي هو الديمقراطية داخل الدولة المصرية والديمقراطية داخل البرلمان المصري، ومن حق أي عضو أن هو يعترض، ولكن في النهاية هو رأي الأغلبية هو
اللي بيحكم، ورأي الأغلبية يجب أن يحترموا أيضا كل من هو اعترض على هذا البيان. وأعتقد أن الجو جو ديمقراطي وجو يعني جديد على الدولة المصرية في الوقت الحالي، أن يبقى فيه زي ما بقول لحضرتك هذا المشهد التاريخي بكل أركانه وبكل المشاهد اللي تمت فيه منذ إعلان طبعا تشكيل الحكومة حتى اليوم. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ جميل، الشكر الجزيل الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت ضيفا عزيزا علينا في استوديو إكسترا نيوز. الشكر الجزيل لحضرتك. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز مستمرة دائما، فابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد عمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واطلاعها بملفاتها وتنفيذ المستهدفات المتضمنة ببرنامج عملها، لا سيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة. وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة بما يضمن استدامتها الاقتصادية وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشددا على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليا باعتبارها هدفا استراتيجيا للدولة وطريقا أساسيا لتحقيق التنمية والتقدم. والآن مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. أستاذ محمود، أهلا بحضرتك معنا، شرفنا في استوديو إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا نتابع اليوم هذه الجلسة العامة يعني لمناقشة ودراسة التقرير الذي تقدمت به اللجنة الخاصة التي شكلت من أعضاء مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة. تفضل أستاذ محمود. يمكن احنا قدام عمل برلماني ديمقراطي بيبقى مبني على التكامل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، انه ازاي السلطة التشريعية بتشوف البرنامج اللي نفذته السلطة التنفيذية على مدار 6 أيام في دراسة كاملة حصلت في البرلمان المصري على برنامج الحكومة الجديدة اللي في الاساس يعني مبني على اهداف مصر 2030. نعم. الأهداف دي اللي مبنية بالأساس على محورين أساسيين أنا بتصور إن هما الأهم في الحقيقة، الأمن والإنسان المصري. نعم. الجزء الخاص بالأمن، إحنا شايفين التحديات اللي موجودة في المنطقة، وشايفين وطبعا البرلمان والنواب والحكومة كمان وضعت الأولويات بتاعتها مبنية على الأمن، لأنه المنطقة في حالة توتر، العالم كله في حالة توتر. إحنا بنشوف الانتخابات الأمريكية وما حدث فيها، ونتكلم على أقدم الديمقراطيات في الحقيقة، فيها عنف، عنف سياسي. نعم. في أوروبا سياسي في أوروبا يعني بالضبط، ويعني تبعنا محاولة اغتيال مرشح أحد المرشحين بالزبط يعني بالضبط، وده مؤشر بيقول العالم في لحظة توتر، حتى وهو بينتقل ديمقراطيا من معسكراته في العالم كله، في الانتخابات الفرنسية، الانتخابات البريطانية، النتائج دي كلها مؤشر على انه في تغيير بيحصل في العالم، ومحدش عارف السيناريو اللي مبني على انه التغيير ده هياخد العالم لفين، خاصة وانه التأثيرات الجيوسياسية وكمان التأثيرات الاقتصادية بتاعة الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على العالم كله. فانت في تأثير اقتصادي خطير جدا مبني على الأحداث اللي من نوع ده في العالم. نعم. ده بيدي ضغط على حاجتين، وعشان كده يمكن شمولية برنامج الحكومة اللي تقدم النهاردة اللي مبني على المحورين اللي بقول حضرتك عليهم دول، ودول يمكن أنا اهتميت بيهم بشكل خاص، لأنه اللي بيتابع الأحداث اللي موجودة في العالم النهاردة يشعر بالقلق، لأنه ويمكن دول المحورين اللي يعني كانت أهم من أهم التوصيات اللي وصت بها اللجنة المشكلة من مجلس النواب في عمل الحكومة. بالتأكيد، لأن أنت عايز تعمل تحدي، والحكومة دي في الحقيقة وضعت على نفسها تحدي كبير جدا، وهو أنه الاهتمام بالإنسان في ظل هذه التحديات جميعها اللي هي هيبقى لها تأثيرات برضو على الإنسان. فأنت هنا وضع الإنسان المصري معك في نفس السفينة زي ما بيقولوا، وانت ماشي بيها بتحاول ان انت تنمي اقتصادك في وضع عالمي صعب،
وفي نفس الوقت انت بتدي يعني اريحيه للمستثمرين والقطاع الخاص ان هم يشتغلوا، فانت بتدي فرص للناس انها تيجي تشتغل عشان توفر فرص عمل على الجانب الاخر للمواطن المصري، مع حاجتين، مع اهتمام بالتعليم واهتمام بالصحه، وكلاهما تكلفه كبيره جدا على اي حكومه في ظل التحديات اللي احنا بنشوفها في العالم دي. فلو رجعنا تاني للمحور الامن اللي بكلم حضرتك فيه والخطوره اللي موجوده، انت النهارده عندك صراع على حدودك تقريبا الثلاثه، وفي مستورد كمان تحدي عابر للقارات وهو تنظيم ارهابي موجود ومستهدف الدوله المصريه منذ سقط في 2013. هذا التنظيم بيسعى طول الوقت لتشكيك المواطن المصري في كل حاجه بتحصل حواليه. نعم. ووصل بيه ان هو دفع الناس انها يبقى عندها تشكك في كل حاجه بتحصل، شائعات بالتلاتين ألف شائعة كل يوم. ده يوميا. يوميا. ويوميا مجلس الوزراء بينفي هذه الشائعات. ولكن بالزبط. للأسف الشائعات تصدق جد. بسهولة جدا وتنفى بصعوبة. مجهود كبير جدا. نعم. في الحكومة السابقة والحكومة الحالية لنفي هذه الشائعات، لأن انت بتكلم على مكان شائعات بيستخدم كل حاجة عشان ولجان إلكترونية. كل إنجاز التواصل. انت بتعمله كدولة بيحاول هذا التنظيم ان هو يشكك فيه. هذا التنظيم بيعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى بالمناسبة. وبيحاول ان هو يخلق لنفسه أشكال جديدة وأطر جديدة عشان يقدر يعمل المهمة اللي هو موكلة ليه من 90 سنة، إنه يبقى مقاول هدد في منطقة الشرق الأوسط. لا يوجد دولة دخلها التنظيم ده إلا وتم تهدمها وتم القضاء عليها. فيش يعني هذا التنظيم ما ظهرش في مكان في المنطقة دي إلا وهدد هذه الدولة وهدد مواطنيها وتسبب في الآخر في خرابها ودمرها. يعني ويمكن مش لازم نخش في الأمثلة، هي باينة للناس كلها. نعم. مصر الوحيدة اللي تخلصت من هذا التنظيم في 2013 وقدرت واقفة النهاردة وبثبات، تحقق تنمية، تحقق اقتصاد مستدام، تحقق أمن واستقرار، وتشارك أيضا في تأمين هذه المنطقة بشكل أو بآخر بانخراطها في عملية السلام بالسياسة الحكيمة بتاعتها في التعامل مع أزمات المنطقة. فلسه في خطورة، بالتأكيد لسه في خطورة. هذا التنظيم بيمثل خطورة قادمة علينا مع تغييرات اللي بتحصل بداخله وتغييرات الأداء بتاعه. هو ده وصلنا دلوقتي للأمن السيبراني كمان، انه بيخش يعمل اختراقات سيبرانية وبدأ يطور أداؤه في المسألة دي، ودي مسألة خطيرة جدا، وانه بتلقي على أجهزة الأمن الحقيقة عبء كبير، عبء كبير جدا. انه وان كنت ارى انه لا احنا سابقين بكتير، يعني الأمن المصري قادر يسبق بكتير، لكن الأهم المواطن المصري نفسه، انه ما سيبش عقله وتفكيره وهذه الشائعات انها تنال منه وتنال من ثقته في ادائه وتنال من ثقته في الانجاز اللي هو حققه. لما بنيجي نتكلم على انجازات الدوله المصريه اللي تمت، ويمكن ابرزها اللي شفناه النهارده الصرح الكبير اللي فيه البرلمان المصري في العاصمه الاداريه الجديده. نعم. فانت هنا بتتكلم على مشهد لدوله كبيره، دوله قويه، دوله بتدي مؤشر ان هي بتتغير، ودوله كمان بتمارس عمل ديمقراطي حقيقي ما بين حكومه سلمت وحكومه اتغيرت، وحكومة بتسلم برنامجها للبرلمان، البرلمان بيقعد 6 أيام يناقش هذا الأمر، كل الأعضاء اللي موجودين من كل التيارات بالإضافة للحوار الوطني، والحوار الوطني أيضا ممثل في كل التيارات من اليمين لليسار. أنت بتتكلم هنا على أنه كل هؤلاء الناس وضعت يدها في هذا البرنامج، يعني عملت اختبارات حقيقية وألزمت الحكومة بخطط تنفيذية ليها توقيتات محددة. فأنت هنا متتكلمش على برنامج لا ومتابعة يمكن سنوية، وقالوا على ثلاث سنوات مش هيستنوا 5 سنوات. وبالضبط. وبعدين انت كمان بتخضع لرقابة حقيقية من البرلمان، لانه كل وزير وضع برنامج لوزارته، وكل مسؤول في البلد، ويمكن احط في هنا جنب الاداء الحكومي كمان المحافظين والمسؤولين التنفيذيين في المحافظات، انه كل مسؤول في هذه البلد اليوم مطالب ببرنامج عمل زمني محدد، وانه يضع في حسبانه النقطتين المهمين دول، الامن والانسان المصري. والامن هنا كمان يمكن بضع عليه انه من المهم واحنا بنشتغل انه الامن ده مبني على المواطن المصري ورضائه عن اداء الموظف العام، سواء بقى الوزير المحافظ وغيره، لانه رضا المواطن المصري هنا ده جزء من الامن القومي المصري. نعم. وده اللي ربما الحكومة يعني في برنامجها شددت عليه، انه طول الوقت يبقى فيه يعني اولويه انه المواطن المصري يشعر بهذا الرضا.
يمكن يعني اضيف لكلام حضرتك هذه المعلومه، ان الحكومه وضعت في برنامج رؤيه استراتيجيه متكامله لبناء الانسان المصري اماما بدوره الرئيسي في عمليه التنميه الشامله، وهدف توفير مظله الحمايه الاجتماعيه على راس اولويات برنامج الحكومه، علشان برضو الشائعات طلعت ان الحكومه هتلغي جميع البرامج او المظلات الاجتماعيه. دائما الشائعات، كلنا كل يوم بنتابع شائعات جديده. هي الشائعات تستهدف ايه بقى؟ تستهدف انه طول الوقت تعمل فجوه ما بين المواطن وبين الحكومه. الفجوه دي يقدر من خلالها العناصر الإخوانية تخش بالإعلام بتاعها، أزراع الإعلامية بقى، أزراع على لجنة الإلكترونية، وفي ناس محترفة بالمناسبة. يعني أنت بتشوف ناس هما بيعملوا إيه؟ بيعملوا خبراء، واخد بال حضرتك، من العدم، يطلع يقول ده دكتور متخصص في كذا، يطلع يقول إن ده حد متخصص في كذا. دول دي ناس بتبقى طول الوقت بتحاول ان هي تصنع نفسها هالة وهمية كده، وتشكك الناس في كل حاجة، وتقول لك خد شوف المصدر ده، خد شوف التصريح ده، خد شوف مش عارف ايه، يعني تكتس الكلام من مواقع الاساسية. يعني اما تيجي مثلا تراجع الناس دي، يعني انا ادعو الناس اللي هي بتشوف مثل هذه البوستات او الفيديوهات او غيره، ان هي تراجع الموضوعات دي وتبذل مجهود، زي ما انت سايب دماغك للناس دي تحاول تشكلها زي ما هي عايزة، انت ابذل مجهود اكتر في ان انت تتأكد من المعلومات دي. وخليني اقول لحضرتك، يعني نتذكر جميعا، يعني في 2011 طلعت شائعة كبيرة انه النظام لديه اموالا في الخارج، وانه وبعد ما انتهت 2011 ماذا حدث؟ لا شيء، طلع كل الكلام ده كذب. ده شائعات كانت بالمليارات، اللي هي اكبر من الناتج القومي بتاع الدوله نفسها، يعني في 10 سنوات. بغض النظر عن انه ان احنا نذكر التفاصيل، هي الناس كلها فاكره، يعني كل من عاصر هذه التوقيتات، وحتى لما جم يراجعوا الناس في مصادر هذه الاموال اللي اتقال انها مع الدوله المصريه في ذلك التوقيت، لم يثبت احد انه وجود هذه الاموال. استاذن حضرتك يا استاذ محمود، نستقبل هذا الهاتف من الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، متحدث هاتفيا الينا في اكسترا نيوز. اهلا بحضرتك يا دكتور هشام. اهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم والاستاذ المشاهد. اهلا بسيادتك دكتور هشام. يعني هذا اليوم التاريخي الذي نتابع فيه الجلسه العامه لمجلس النواب لمناقشه التقرير الذي صدر عن اللجنه التي شكلت لدراسه برنامج الحكومه، تفضل يا دكتور هشام. النهارده يعتبر نقطه انطلاق جديده للحكومه بعد تكليف السيد الرئيس لدوله رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومه. نعم. والجلسه النهارده تم بنقول هو اختتام لاعمال اللجنه اللي تم تشكيلها طبقا لنص الماده 126 من اللائحه الداخليه للمجلس، والماده 146 من الدستور التي توجب ان تلقي الحكومه بيان وبرنامجها امام البرلمان، والبرلمان بيقوم بتشكيل اللجنه، ثم تعكف اللجنة على دراسة البرنامج وتلقي بالتوصيات الخاصة بهذا البرنامج. أعتقد أن كان النهاردة تتويج لجهد كبير لهذه اللجنة اللي تشكل من 42 عضو، تضم رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين والمعارضة. النهاردة يمكن بيتم زي ما نقول نقطة انطلاق لمدة 3 سنوات لإجازة هذا البرنامج وطرح البرنامج بالتوصيات على البرلمان للتصويت. واعتقد ان الاتجاه العام بعد هذا الجهد وتوصيات اللجنه في نيل الثقه وتوصيه اللجنه نيل الثقه للحكومه، اعتقد ان هذه الاجواء الايجابيه ستكون مسؤوليه جديده على الحكومه ان تقوم بتنفيذ ما وعدت فيه امام البرلمان. واعتقد ان هناك مسؤوليه مشتركه الان ما بين الحكومه والبرلمان، لان ما ابدته اللجنه من توصيات وما يتم من مناقشات خاصة على هذا البرنامج، ويمكن الجلسة تضمنت من المفترض كلمات لرؤساء الهيئات البرلمانية ولرؤساء اللجان بالإضافة إلى المعارضة والمستقلين، وبالتالي أصبح البرلمان شريكا أساسيا في تنفيذ برنامج الحكومة ورقيبا عليها. أعتقد أنها نقطة انطلاقة جيدة لأن تحضر الحكومة بكامل هيئاتها للمرة الثانية ومناقشات مستفيضة حول البرنامج عند انتهاء هذه الجلسة ونيل الثقة. سيبدأ مرحلة العمل من جامل الحكومة لتنفيذ ما وعدت فيه وتنفيذ البرنامج اللي تضمن 4 أركان أساسية، وما قالته اللجنة بأنه حال تنفيذ هذه الأركان الأساسية 4 سيكون هناك تنفيذ لأهداف
البرنامج وتنفيذ ما هو مأمول من مردود إيجابي على المواطن المصري. النهارده جلسة تاريخية، تلاحم ما بين البرلمان سواء كان معارضة أو مستقلين أو أحزاب بتعطي الثقة للحكومة، والحكومة زي ما بنقول الأجواء الديمقراطية اللي ابتدت فيها اللجنة تسود الآن في الجلسة العامة، وبالتالي سيكون المردود إن شاء الله كما يأمله الشعب المصري والبرلمان والحكومة، مردود طيب على المواطن المصري لحل كل المشكلات الخاصة بالمواطن المصري والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري، بالإضافة انطلاقة جديدة لبناء الإنسان المصري ونهضة كبيرة للاقتصاد كما يأمله البرنامج والبرلمان والحكومة. طيب دكتور هشام، باعتبار سيادتك رئيس حزب، هل في توصيات معينة أو توجيهات معينة في برنامج عمل الحكومة قدمتموها أثناء يعني عمل اللجنة الخاصة؟ احنا كل كلامنا كان من خلال مخرجات الحوار الوطني، سواء كان ورقة العمل اللي قدمناها في كيفية نهوض الصناعة ونهوض بالاقتصاد المصري وكيف يصبح اقتصادا تنافسيا، بالإضافة إلى الرؤية الخاصة بالحزب بالملف السياسي المدخم اللي كان ينتظر عمل كبير من الحكومة والبرلمان بعد نيل الثقة، ومنها قانون مناقشة الحقوق السياسية وقانون المحليات وقانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى قانون النقابات، قلنا برضو الحاجات الخاصة بالبرنامج التجديد والتأكيد على الدعم الكامل للحكومة والدولة المصرية والسيد الرئيس فيما اتخذه من خطوات للحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل وضع إقليمي مضطرب جدا، وضع عالمي في منتهى الصعوبة. أعتقد أن احنا زي ما بنقول شددنا على يمكن ورقة عمل قدمناها للحوار الوطني في كيفية نهوض التعليم ورؤيتنا ليه زي ما بنقول نهضة الصحة، وأعتقد أن جزء كبير منها تضمنه برنامج الحكومة ومخرجات الحوار الوطني اللي ننتظر بفارغ الصبر ما وعدت به الحكومة من تنفيذ المخرجات الخاصة بالحوار الوطني لاستمرار هذا الحوار كأداة أساسية وخيار استراتيجي لاستضافة وطني حول الحكومة وحول البرلمان. إذن الحكومة يعني أخذت مخرجات الحوار الوطني واعتبرته جزء من برنامجها أو بنت عليه أو تكاملت معه يا دكتور هشام؟ الحوار الوطني خيار استراتيجي لا رجوع عنه، وأعتقد أنه أعطى زي ما بنقول قبلة حياة للأحزاب السياسية، وأعتقد أنه أعطى دفعة وزي ما بنقول معين كبير وحالة من الاتفاق بين كل ألوان الطيف السياسي داعمة للدولة المصرية وليس الحكومة بحد ذاتها وفقط، ولكن زي ما بنقول كان ملتقى كبير يطرح مساحة مشتركة لكل الأطياف السياسية، الكل تكلم، الكل طرح حلول، الكل تم صهر هذه وانصهار هذه الجلسات الكبيرة والعدد الكبير من المشاركين في النهاية في مقررات أساسية تحل أكثر من 70% من القضايا التي طرحت، وهي أغلب القضايا في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن المصري بصورة عاجلة. وأعتقد أن وعد السيد الرئيس بتنفيذ هذه المقررات والتزام الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية ما بين الحكومة ومجلس النائب الحوار، أعتقد أن تؤكد على أهمية هذا الحوار وأنه خيار استراتيجي يجب الوقوف عنده كثيرا، برغم أنه ليس جهة برلمانية أو جهة حكومية، ولكنه زي ما نقول منصة حقيقية ومشاركة لكل ألوان الطيف السياسي. طيب دكتور هشام، يعني أخيرا قبل نهاية الحوار مع حضرتك، يمكن السيد رئيس مجلس النواب يعني قدم الشكر لوسائل الإعلام سواء إذا كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية لما قدمته من جهد، هل من وجهة نظرك حضرتك أن هذه الوسائل بالفعل نقلت الصورة بنزاهة وحيادية؟ أعتقد أن كل ما قامت به وسائل الإعلام وعلى أساس الشركة المتحدة أعتقد أنها قبلت بلاء حسن جدا، حتى في نشر التقرير لم يغفل أي من قام بتغطية الحدث في أثناء الجلسات، إلا أنه نقل صورة حقيقية ومباشرة بما يتضمنها حتى آراء المعترضين على برنامج الحكومة وتحديد أسمائهم وإلقاء وجهة نظرهم المختصرة التي وديت على برنامج الحكومة، وده معناه أن المساحة متاحة للجميع وأن الإعلان كان شفافا محايدا، حاول أن ينقل الصورة للمواطن المصري بكامل تفاصيلها بحياد كامل، وأعتقد كل ده اللي شاهد ليه الجميع.
شكرا جزيلا للدكتور هشام علينا رئيس حزب المستقلين الجدد متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز. ما زلنا نواصل اللقاء في الاستوديو مع الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. وأرجع أتكلم مع حضرتك في هذه النقطة، يعني طبعا الإعلام المرئي والمسموع والمقروء كله بيتكامل، والسيد رئيس مجلس النواب يعني النهاردة قدم الشكر بالفعل لوسائل الإعلام. تعالي حضرتك. يعني تقديري كبير للسيد رئيس مجلس النواب، لأنه في الحقيقة هو ثناء على الإعلام المصري وأداء الإعلام المصري في تغطية الأمر، أعتقد أنه هو يعني كان في صالح الإعلام المصري وفي صالح العمل الدؤوب اللي تم خلال الأيام السابقة، لأنه كل وسائل الإعلام المصرية وتحديدا شاشة الشركة المتحدة وإكسترا نيوز عند حضراتكم ناقشته بشكل مستفيض جدا وبشكل مهني جدا وبشكل شفاف جدا كل تفاصيل العملية، من أول تقديم البرنامج العمل الحكومة حتى وقبلها كمان تشكيل الحكومة وإعلان أسماء السادة الوزراء الجدد، ثم الانتقال إلى البرلمان ونقل النهاردة هذه الجلسة اللي ربما كانت في السنوات الماضية بتمر، يعني ما كانش ويمكن زمايلنا موجودين حتى الآن في الجلسات أو قبل انعقاد هذه لكن هذه التغطية المكثفة لهذه الجلسة اللي كانت في السنوات السابقة جلسة إجرائية، لكن احنا النهاردة بنتكلم على مناقشة جادة بيقوم بها البرلمان المصري لبرنامج الحكومة المصرية. ربما النواب على اختلافهم اتكلموا بشكل واضح جدا وعبروا بالفعل عن مطالب الشارع المصري ومطالب المواطن المصري من الحكومة الجديدة، ووضعوا خطط العمل ووضعوا الحكومة والوزراء تحت الرقابة الحقيقية البرلمانية. وده ربما المشهد الجديد للسياسة المصرية، انه هنا في ديمقراطية تشاركية ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تشارك في ظرف دقيق بيعدي به الوطن، انه هذه البرامج يجب ان تتم بخطط زمنية محددة، وانه في رقابة حقيقية عليها، وان هي مبنية كمان على توصيات الحوار الوطني. وهنا لازم اشير لوجود المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والبرلمانية اللي هو في نفس الوقت الامين العام للحوار الوطني، وجوده في هذه الوزارة تصور انه هو صمام امان انه هذه التوصيات ستجد يعني تنفيذا حقيقيا داخل الحكومة الجديدة، وانه هيبقى في رقابة انه لو في اي ممارسات حكومية تتجافى او يعني سيتم التعامل معها بحزم، وهيبقى من داخل الحكومة حوار مستمر مع الحكومة مع كل وزرائها لتنفيذ هذه التوصيات. فأتصور انه يعني احنا قدام مشهد اعلامي حقيقي يعني قدم نموذج بالفعل في التغطية الإعلامية الحقيقية لعمل برلماني وعمل حكومي جاد لصالح المواطن المصري، ادى صورة شفافة وواضحة وفيها من الوضوح الكثير أمام المواطن المصري، عشان يقدر حتى كمان يعني زي ما كنت بقول لحضرتك انه لو احنا عايزين نقفل الباب الشائعات وباب الثغرات اللي بيحاول تنظيم الإرهابي انه ينفذ المصريين من خلالها، الشفافية والنزاهة والحيادية اللي بتتمتع بيها بالضبط التي تتمتع بيها شاشة زي إكسترا نيوز، شاشات الشركة المتحدة المختلفة، هذه النزاهة والشفافية والحياد في طرح هذه القضايا هي بتدي ثقة عند المواطن المصري، وبتدي كمان عنده بتصنع الأمل حتى في القادم رغم كل هذه التحديات، ولكن انت بتتابع النهاردة اللي بيحصل في البلد، بتتابع الأداء الحكومي، بتتابع الأداء البرلماني واستخدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة بشكل فعال، عشان تقدر تقول ان انت في النهاية صوتك بيوصل بفعل لصناع القرار في مصر. نعم. طيب لو رجعنا أستاذ محمود لعمل اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة برنامج الحكومة، ويمكن اشتغلت 70 ساعة حضر 28 وزير زي ما سيادتك ذكرت، كانت قبل كده هذه الأمور تعتبر جلسات إجرائية، ولكن تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام يعني أصبح لها يعني كلنا منتظرين عمل اللجنة، منتظرين المناقشات، تبعنا المناقشات، تبعنا سمينا وإجراء لقاءات وحوارات مع السادة أعضاء اللجنة من السادة النواب وأيضا السادة الوزراء. يعني كيف تابعت عمل هذه اللجنة أستاذ محمود على مدار الستة أيام التي عملت فيها، طبعا باعتبار حضرتك يعني صحفي ومتخصص في هذا المجال؟ بالحقيقة يعني كان في عمل يعني مهم جدا حصل. اللجنة المشكلة برئاسة وكيل أول مجلس النواب
وعدد من الأعضاء، كل الأعضاء دول بيمثلوا تيارات سياسية مختلفة موجودة داخل البرلمان. يعني قعدت على برنامج الحكومة، أقدر أقول حضرتك أنها فصصت كل كلمة كتبها الحكومة في برنامجها، وكيف سيتم تنفيذ يعني كل هذه التعهدات كيف سيتم تنفيذها. وهنا النقطة الأساسية، لأنه الحكومة الحالية واقع عليها ضغط كبير جدا، غير الضغوط الاقتصادية وغير كل ده، كمان واقع تحت يعني رقابة برلمانية ورقابة إعلامية في ذات الوقت، وده اللي بتقدمه النهاردة شاشة زي إكسترا نيوز وبيقدمه العالم المصري، انه هذه الحكومة سيتم خضاعها لرقابة برلمانية ورقابة إعلامية طول الوقت عشان تحقق المطالب الشعبية اللي موجودة. النهاردة المواطن المصري زي ما كنت بتكلم مع حضرتك هو صمام الأمان في هذه الدولة، وهذا الصمام محتاج طول الوقت انه يشعر ان الحكومة بتسعى انها تنفذ مطالبه، هو المطالب اللي هو حطها اولويات المواطن المصري. وهنا نواب البرلمان والاعضاء اللجنة مثلوا هذا الصوت بالفعل، واتكلموا في كل المحاور التي تخص المواطن المصري، من اول بطاقة التموين، ثم مواجهة الاسعار، ثم موضوع الكهرباء، واللي يمكن كان في تعهد بالامس انه الاحد القادم هو الميعاد النهائي، وكان في كبير بهذه النقطه تحديدا. بالزبط نعم بالظبط بالظبط. كمان في نقطه مهمه حصلت امبارح، يمكن النقطه دي استاذ محمود يعني انا شخصيا عجباني، لان كان زمان ممكن نقدر نقول ان كانت في مشكله ومش قادرين نناقشها، ولكن احنا دلوقتي بقينا بنناقش اي مشكله بمنتهى الحريه ومنتهى الحياديه على شاشه القنوات وايضا على صفحات الجرائد، في كل يعني بقت الحاجات امور لا تحتاج التعتيم بمعنى اصح. يعني بالتاكيد هو التعتيم النهارده، انت هنا بتهدد الامن القومي لو انت عتمت، لانه على اي موضوع بتدي فرصه زي ما بقول لحضرتك، بتدي فرصه لمن يتربص لجانب اخر انه يعني يتلاعب بالناس، يبث المعلومات من عنده. بالظبط بالظبط، ما فيش معلومات، وياخد الناس بعيد عن اداء الدوله. يعني الدوله بتبذل مجهود في الملف ده، لكن بتعمل في صمت مثلا، او بتعمل في تعتيم اعلامي عن هذه المشكله في الوقت اللي هم فيه بيتكلموا لوحدهم، ومفيش والشارع مش حاسس ان انت بتأدي دورك. فهنا بقى التغيير المهم اللي انا بتصور، ويمكن اللي اشار لي السيد رئيس مجلس النواب، انه الاعلام المصري يعني بالفعل قام بدور مهم جدا في التعامل مع هذه القضايا. النهارده بيفتح كل الملفات، الملفات دي بتطرح امام الرأي العام، وبيبقى مطالب كل وزير في مكانه انه يجيب على اسئلة الرأي العام. والوزير اساسا مهتم ان هو يرد على الاعلام في مناقشة هذه الامور. هو خاضع النهاردة لهذه الرقابة، هو يعني هو اولا خاضع لثلاث انواع من الرقابة، مش هيسيبوه يتحرك يعني يعني بما يعني عين ليه في ذهنه. النهاردة في رقابة يعني قوية جدا من السيد الرئيس، في رقابة مهمة جدا من البرلمان، رقابة شعبية بيمثلها الإعلام اللي بينقل صوت الناس لمتخذ القرار وللحكومة. هنا هذه الرقابات الثلاث بتعمل بشكل 24 ساعة، اللي بيحصل على السوشيال ميديا، اللي بيحصل في الشارع المصري، مطالبات الناس، آلية الشكاوى اللي موجودة في مجلس الوزراء، ودي أنا بعتبرها زي نقط يعني مراكز تنبيه مبكرة لأي إشكال اجتماعي أو اقتصادي بيعدي به المواطنين، لأن لما بيجمعوا عدد معين من المواطنين على شكوى محددة، فأنت هنا لازم تتعامل معها، تضع لها برنامج للتعامل معها ثوري. وأعتقد أن السيد رئيس مجلس الوزراء بيتابع بشكل مستمر منظومة عمل الشكاوى الحكومية على مدارك، وأعتقد في آخر كل أسبوع. من المبشرات أنه هو يعني اتكلم عنها على طول، والمبشرات أيضا أنه بيعمل لقاء أسبوعي مع الإعلاميين، مؤتمر صحفي بيتكلم فيه عن اجتماع الحكومة وعن كل ما يعني يوجه للحكومة من انتقادات. يمكن تابعنا بالأمس اللي حصل في محافظة سوهاج، والتعامل من جانب المحافظ مع إحدى الطبيبات اللي وجه لها رئيس الوزراء بنفسه اعتذار. نعم. وهنا الاعتذار لكل أطباء مصر الذين شعروا بالـ 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 بالإهانة يعني من ما حدث، وكان في يعني موجة غضب. تعامل مع الحكومة بشكل ذكي جدا وبشكل سريع، وهو ده اللي احنا كنا طول الوقت بنتكلم فيه، انه محتاجين من الحكومة التعامل السريع مع مثل هذه الامور حتى لا تصل الى مرحلة يعني مرحلة اكبر من ذلك. بالزبط يعني احنا مش محتاجينها، وضعها الطبيعي وبالظبط. وانت لما بتعمل معها بشكل سريع ونسيب كلام زيادة، بالظبط، فانت لما بتعمل معها بشكل سريع
وتحل المشكله بهذا الشكل الانساني المتحضر، ان انت فيه بتقول رئيس الوزراء شخصيا، رئيس الوزراء شخصيا، وكمان بيدي درس للمحافظين انه هذا الاداء مش مقبول، وان احنا نركز مع المواطن المصري ونركز ان احنا ننفذ كل شيء بالقانون. انت لقيت تجاوز، شكل لجنه، اللجنه دي تقول لنا والله في تجاوز وحيل الناس كلها للتحقيق، التحقيق يقول في تجاوز حصل، ادي الجزاء المناسب، تمام. لكن ما يبقاش يبقى الاداء بهذا الشكل. نعم. يعني هنا المشكله انه بالفعل ان انت بتروح وبتنزل على الارض وبتشوف وبتمارس الرقابه بتاعتك كمحافظ، لكن في نفس الوقت يجب ان تعلم انه القانون موجود، وان النهارده في اعلام موازي موجود بينقل كل حاجه، ودي مساله في غايه الخطوره. ولو كان السيد رئيس الوزراء لم يتطرق لهذه القضيه، كان الاعلام الموازي اللي حضرتك بتقول كان اخذ هذه الموضوع هو يكبره، والدكاتره بيتعذبوا والدكاتره يعني هو لا يترك ولن يترك، لان انت بتتكلم هنا على لجان وخطط وهم بيشتغلوا ضدنا بخطه، اي حاجه بيدوروا عليها لانه هو دي شغلته. ما انا بقول لحضرتك هذا التنظيم بيعمل في هذه المنطقه كمقاول هدد للدول، اي دوله بيخشها بيخلص عليها. لصالح مين؟ لصالح من يريد لهذه المنطقة ألا تصبح شيئا في أي وقت كان، تفضل طول الوقت بتدور في أزمتها، وفي ومواطنينها يعني يشعروا طول الوقت بالقلق والتوتر، حتى يصبح تغيير أي حد بعد كده سهل. نعم. هنا المشكلة وهنا الخطورة. ليه؟ طول ما في عدم استقرار ما فيش استثمارات وما فيش أمن، وفي نفس الوقت مفيش حياة كريمة يمكن أن تعطيها لأي أحد. نعم. لأنه هيصبح صوت الرصاص هو الغالب زي ما طبعا بنشوف في دول أخرى. مفيش استثمار، نتمنى مفيش لهم شيء جميعا السلامة. أنا لا أقصد شيئا، ولكن أنا بحاول أشاور للناس على حاجات يقدروا يقيسوا بيها الكلام اللي أنا بقوله. وأيضا يمكن نقطة أخرى تكلم عليها رئيس الوزراء يوم أمس، وهي مخالفات التصالح على مخالفات البناء. يمكن ده كان موضوع بيهم جميع محافظات الجمهورية، لأن في ناس كتير جدا مقدمة، ولكن أعتقد الصيغة التنفيذية للقانون هي اللي لسه ما بقتش على أرض الواقع، وده إحنا بنطالب بالإسراع فيه جدا، لأنه ده هيعمل يعني نوع من انواع الاستقرار الاجتماعي بالظبط كده، ويدي فرصه للناس ويدي امل انه مش هيبقى في ملاحقات في المستقبل، ويبقى في استقرار لما يعني ما تم ما نشا عن هذه المخالفات في النهايه، لان بتتكلم على اسر وبتتكلم على يعني عدد كبير من المواطنين، وده ملف من ملفات اللي بيهم كل الناس في مصر، انه يعني يتم تصالح وانهاء هذه الملفات بشكل او باخر حتى يصبح امام الحكومه. بس احنا هنا في نقطه بقى، احنا مش عايزين المخالفات تزيد الفتره اللي جايه ويتم عليها التصالح، لان دي طبعا حاجه بتشوه البلد وبتعمل متهيألي القانون متعامل مع المساله دي، يعني القانون متعامل مع يعني المساله دي، لان احنا شايفين في المدن الجديده تحديدا يعني مخالفات كثيره بتحدث الان، وبعد كده علشان يخشوا في قانون التصالح، ولكن اعتقد ان القانون وصل لسنه معينه بالظبط 2020 بالظبط، هو يعني وضع لها حدا فاصلا، يعني هي دي النقطة عشان يقدر يعني كده يحاسب المخالفات كتير بالزبط جدا. بالزبط. نعم. اتفضل يا فندم اتفضل. فبقول لحضرتك مثل هذه الملفات اللي هي ذات البعد الاجتماعي بيبقى لها تأثيرات إيجابية جدا على المواطن المصري. نعم. وده المسار اللي احنا عايزين فيه الحكومة الجديدة تصير فيه، انه كل ما يبقى فيه ملف من هذه الملفات، ويمكن على رأسها اشار لي الدكتور هشام عناني اللي كان موجود في مداخلة من شوية. نعم. فكرة رئيس حزب المستقلين الجدد. رئيس بالظبط. انه من المهم جدا انتخابات المحليات طبعا، وهنا انتخابات المحليات بتوفر على الحكومه شيء كبير جدا، انه المحليات بتتعامل مع اصغر وحده موجوده في مصر، وتقدر تمارس الرقابه يعني على حاجات كتير جدا بتحصل في المحافظات بعيدا عن قدره الحكومه المركزيه انها تصل اليها في بعض الاوقات، ويمكن ده اللي حمل العبء الأكبر على المجتمع المدني في السنوات السابقة، إنه يقدر يقدم هذه الخدمات بشكل أو بآخر، ويقدر يحل الإشكال الاجتماعي اللي كان بيحصل أو بينجم عن هذه الأزمات، خاصة مع التحدي بتاع ارتفاع الأسعار، تحدي التضخم اللي حصل في السنين اللي فاتت. كان في زراعة مهمة جدا زي التحالف الوطني العام الأهلي بيقدم اللي بيحتاجه الناس بالفعل في هذه المناطق، خاصة الأسر الأولى بالرعاية. لكن لما يبقى في محليات بتشتغل وبتراقب الأداء المحافظين وبتراقب
العمل ده وبتنقل الصوت بشكل سريع وبشكل فعال مع المحافظين. اتصور انه يعني ده هيبقى مريح جدا في عمل الحكومة بعد كده انها تتفرغ للعملية التشريعية، تتفرغ لإصدار القوانين والأشياء التي يمكن ان تساعد في يعني ما تبقاش مهتمة بأشياء تعرقل يعني من عملها طول الوقت. انت بتحاول ان انت يعني تتعامل مع المحافظات، والمحافظات انت بتتكلم هنا على عدد اكبر من السكان، وبتتكلم على اماكن محافظه مدينه بعيدة. وبعد المدينه المركز والمركز والقرى وهكذا. نعم انت قدرت توصل بحياه كريمه. نعم. بان انت زراعه التنميه اصلا يعني عايزين نشيد بدور مؤسسه حياه كريمه بالتأكيد. في هذا المبادره الرئاسيه العظيمه طبعا. شفنا بصراحه بعض القرى، القرى الكثيره اتغيرت، يمكن انا شخصيا شفت بعض القرى قبل وبعد لقيت يعني حاجه تانية. ربنا ان شاء الله يكون معاهم من اداره ويكملوا. طبعا هذا المشروع بيحتاج لاموال ضخمه. انا عايز اقول لحضرتك دي من المشروعات اللي المواطن المصري لمسها نفسه وما حدش يقدر يشككوا فيها. يعني دي بقى انت بقى شفتها ان انت بقى عندك المصرف الفلاني وانت بدأت تتعامل معاه، ان انت بقى عندك مركز للبريد، ان انت بقى عندك مدارس اتبنت تمهيد الطرق، بعض الاماكن حصل فيها مشروعات صرف صحي، المشروعات الجديده اللي بدات تشتغل دلوقتي بتاعه المرحله الاولى. برضو المشروع ده اول ما جينا بدانا نتكلم عنه برضو حصلت شائعات قالوا ان هم بيضحكوا على الناس ومش هيعملوا حاجه ولا في حاجه اسمها حياه كريمه ولا حاجه. وخد بال حضرتك ولكن المشروع بقى له اكتر من 3 4 سنين ووصل لمراحل جامده جدا. يمكن عدى اعتقد 1200 قريه او 1300 قريه في المرحله الاولى، والمرحله الثانيه بدات اشرفت على الانتهاء، وفي مرحله ثالثه اللي هو يبقوا هنكمل كره مصر وهم عددهم اكتر من 4200 قريه. نتكلم على تكلفة يمكن الأعلى في كل مشروعات التنمية. نعم. في تاريخ مصر. نعم. يعني أنا عشان بس الأرقام ما نقولش رقم، بصراحة ما فيش حد قبل كده في تاريخ مصر دخل عمل مشروع زي يعني ده. أنت بتتكلم على يعني 100 سنة ما حدش دخل عمل حاجة في القرى، في القرى بصراحة. يعني القرى قعدت سنوات طويلة ما حدش بيعمل مثل هذه الأمور. أن أنت هدفك في الرئيسي أن أنت تغير من مشهد القرى المصرية عشان يبقى فيه مشهد الحياة الكريمة، الحياة الجديدة، الحياة اللي فيها يعني يقدر المواطن أنه يشعر فيها بأنه عنده اكتفاء. نعم. اكتفاء ما يفكرش، لأنه سنوات طويلة عندك نزوح من القرية للمدينة، هجرة داخلية أثرت على المدينة وأثرت. نعم. على الخدمات، أثرت على الخدمات زيادة والبنية السكانية التحتية. نعم. وانت اثرت على انه القريه والمدينه خسروا الناس اللي راحت القريه والمركز، خسر الراجل الشخص اللي راح في الاخر في المدينه انه ده كان عامل وكان مزارع وكان غيره يعني، وعمل اشكال اجتماعي هنا وعمل اشكال اجتماعي هنا. فانت النهارده بتقول انه القرى بكوادرها بكفاءتها بان انت تقدر تعمل تنميه في هذه المناطق بشكل مستمر، وفي نفس الوقت محافظ على شكل المدن والشكل اللي انت محتاجه في هذه المدن، ما يبقاش فيه كثافات السكانية العالية، ما يبقاش فيه المناطق العشوائية، ما يبقاش فيه الأحزمة اللي موجودة حوالين المدن الكبيرة. فانت النهاردة هذا التغيير يعني طبعا لازم يعني يحصل فيه تشكيك ويحصل فيه الانتقادات اللي جاية، لانه بالفعل بيغير شكل مصر طبعا. ومشروع تبطين الترع اللي وفر يعني كمية اعتقد 25% من الماء المهدر وحافظ على الماء بالضبط في ظل التصرف في التربة، في ظل الفقر المائي اللي مصر دخلت. نعم. فيه بشهادة الأمم المتحدة. مشروعات الصحية، وان انت قدرت تعمل مراكز صحية متقدمة في القرى والمحافظات وبدأت تقدم خدماتها للناس، والناس بدأت يبقى فيه خدمات طبية يعني لائقة. بالتاكيد ما قدرناش نوصل للمأمول لانه لسه المشروع شغال. ويمكن لسه السيد رئيس الوزراء ايضا في اللقاء امس اتكلم عن موضوع حل مشكله ازمه الادويه، قال في خلال 3 أشهر، مش هقول بكره، يعني بيتكلم بمنتهى الصراحه يعني بيواجه المجتمع، قال ان في مشكله نتيجه الازمه اللي كانت موجوده واحنا هنحاول نحلها في الفتره اللي جايه. هنا بقى دي اهميه ان انت تبقى عندك خطه، يبقى عندك خطه ليها بعد زمني تقدر تقول للناس زي الكهرباء كده. انت النهارده في الكهرباء قلت 3 أسابيع في الاسبوع في الاحد فهنقفل هنخلص موضوع تخفيف الاحمال، وده كلفنا في الاخر اكتر من مليار دولار. فانت بتقول للناس بشكل شفاف احنا القصه دي عشان نحلها هيكلفنا كذا، وبعدين الحكومه هتشتغل عليها بمخطط زمني وهنحلها يوم كذا. فانت بتعمل نوع من انواع الثقه عند الناس طول الوقت في الاداء. لما بالامس اتكلم السيد رئيس الوزراء على موضوع الادويه، ده بالفعل انت بتتكلم هنا على القضيه كل الناس مهتمه بيها طبعا، المرضى الامراض المزمنه. نعم. تتكلم على الناس اللي بتبقى الادويه بتغلى اسعارها، الادويه اللي اختفت دي مساله بتهم كل المصريين، كل البيوت المصريه. وفي النهايه ما كانش حد عارف ايه الموضوع بالظبط،
البعض بيتحدث عن انه شركات الادوية اخذت الادوية وبعدين هترجعها تاني باسعار غالية. طب ايه السبب؟ لو هو مكون محلي فانت ليه هترفع اسعاره؟ ما كل المكونات المحلية اللي موجودة ما ترفعتش اسعارها. طيب اللي داخل فيه مكون اجنبي او اللي انت بتستورده فهتنزله ازاي بقى بالاسعار الجديدة؟ هتوفره ازاي؟ طب الامراض المزمنة اللي بتدور على الدواء النهاردة ومش لاقيها، فانت النهارده هتعمل مع المساله دي ازاي؟ دي مساله انا بتصور انها مساله تحدي كبير جدا ده من الحكومه. والسيد رئيس الوزراء لما اتكلم على 3 شهور فهو هنا وضع خطه زمنيه برضو على نفس المشهد بتاع الكهرباء، وبدا يتعامل مع المساله بشكل واقعي جدا. انت هتقعد مع شركات الادويه هتشوف الناقص ايه، هتشوف الاستيراد هيمشي فيه ازاي، هتشوف المكون المحلي داخل في قد ايه، هتقدر توفر منه قد ايه، محتاج مصانع تانية، ممكن تدي فرص استثماريه اكتر للمصانع اللي هي تشتغل في هذا المجال، هتدي رخص، هتدي كذا. فده عمل اتصور انه مهم جدا وهيزود الثقه عند المواطن فيها في الحكومه الجديده، ان الحكومه الجديده بالفعل مش منفصله عن المواطن المصري، هي شايفه كل المشاكل بتاعته بتحط خطط زمنيه وبتشتغل عليها وبتسمع اراء الخبراء. والنهارده في مساله مهمه جدا ويمكن يعني جاء ذكرها في هذا البرنامج، وهو فكره الشراكه مع القطاع الخاص. نعم، هنا القطاع الخاص مش شغال لوحده. حضرتك فيها فعلا. اتفضل فندم. يعني انه القطاع الخاص النهارده جزء من هذه العمليه. نعم، وهو واقع عليه. وهنا نتكلم بقى على مساله، هو برضو السيد رئيس الوزراء قال احنا ما يرضناش ان الشركات القطاع الخاص تخسر، هي في الاول وفي الاخر احنا عايزينها تكسب علشان تزود استثماراتها وعلشان تيجي شركات جديده. لو الشركات الجديده بتلاقي الشركات اللي موجوده بتخسر هتفتح في السوق المصري ليه؟ يعني هو كلام منطقي. بس هقول لحضرتك حاجه، السوق المصريه مليانه بالفرص. نعم، بتتكلم على اكبر سوق في افريقيا. نعم، بتتكلم على عدد سكان كبير جدا، فانت اي منتج تقدر تسوقه بشكل سهل جدا، ولو منتج وطني حقيقي يعني ذو جوده هتلاقي المصريين مقبلين عليه. وفي نماذج كتيره وفي يعني حاجات كتيره في الملف ده. فبالتالي الراسماليه الوطنيه هنا، وانا مش بتكلم بس على قطاع خاص، انا بتكلم هنا على كمان الراسماليه الوطنيه، مش مجرد بس راجل اعمال جاي يكسب وياخد ارباح ويخرجها بره، انت محتاج هذه الارباح تفضل موجوده في السوق المصري عشان تقدر تشغل المصريين اخرين، وانت كمان هتحقق مكاسب بالفعل، وتقدر حتى تاخد التجربه بتاعتك دي وتخرج بيها لدول تانية. بس يبقى الاساس بتاعك ان انت في النهايه راسماليه وطنيه مصريه بالفعل، عايز تشتغل عشان تفيد نفسك وتكسب وتربح بالمنطق الراسمالي الطبيعي، ولكن في نفس الوقت في دور وطني مهم جدا لازم يعني يبقى يعني في وعي الناس وفي وعي رجال الاعمال انه في تحديات، وانه مصر محتاجه لهذه المكاسب والارباح تفضل موجوده داخل مصر. بالتاكيد من حقك ان انت تخرج ارباحك، وبالتاكيد ان انت من حقك تعمل اقتصادك زي ما انت شايف، لكن في نفس الوقت البعد بقى الاجتماعي كمصري وكلنا بنعمل في هذا الوطن ويهمنا مصلحته يتطلب النهارده اداء مختلف. اداء مختلف في ايه؟ انه في التحديات الموجوده دي بلاش نفكر في استغلالها زي ما شفنا في وقت التضخم وارتفاع الاسعار غير المبرر، وده بيلقي على الحكومه ايضا، وده هيبقى فيه رقابه برلمانيه. يمكن التعامل مع الرقابه الأسعار. الرقابه على الاسعار يمكن كانت بالزبط. من ضمن التوصيات. انا بشوف ان ده من الملفات المهمه جدا اللي داخله كمان في الامن القومي المصري، ان انت تحافظ على الامن القومي. يمكن هو في تاثير بصراحه، يعني عشان نكون موضوعيين في موضوع الرقابه على الاسعار، يعني احنا بنلاقي سعر السلعه في اماكن مختلفه باسعار مختلفه، وده يمكن كلنا حاسين بيه في الفتره الماضيه. ده حقيقي، وعشان كده بقول لحضرتك من اهم الملفات امام الحكومه الجديده هو هذا الملف، ملف الاسعار والرقابه على الاسواق، وده اللي المواطن المصري بيطلبه في كل مكان. ويمكن يعني اكسترا نيوز كانت عملت تقارير مع المواطنين، وسمعنا المواطنين بيتكلموا ما عندهمش اي حاجه بيتكلموا فيها غير الاسعار والكهرباء. نعم. طب احنا الحمد لله قدرنا نصل الى خطه زمنيه، وفي ثقه انه الحكومه في الاحد القادم خلاص هيبقى في انتهاء من مساله تخفيف الاحمال. الاسعار. نعم. والاسعار ده ملف قوي جدا، وده ربما اللي خلى عند الناس نوع من انواع يعني الاحساس بانه الحكومه كانت مقصره في الفتره السابقه في الملف ده. نعم. ان انت الرقابه الاسواق فين؟ الناس بتنزل الاسواق تشوف. انا بدعو المحافظين ان هم ينزلوا الاسواق ويشوفوا الاسعار ويبقى في اليه للرقابه طول الوقت ظاهره قدام الناس على الاسعار اللي موجوده. نعم. نرجع تاني للمبادرات بتاعه مقاومه الغلاء ومكافحه الغلاء، ودي مبادرات يعني يمكن
من المهم ان احنا نشيد لوزاره الداخليه في مبادره كورونا واحد بصراحه عمل مجهود كبير على مدار السنوات الماضيه، وده يعني كان داعم جدا للتحركات في الفتره السابقه. محتاجين بقى نشوف مبادرات اكتر فتره انا استاذن حضرتك انا اتوقف عن كنا في منطقه المبادرات، ولكن نتابع هذا اللقاء الخاص مع الدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف على هامش انعقاد الجلسه العامه لمجلس النواب لمنح الثقه للحكومه واجراه الزميل محمود سعيد. مشاهدينا الكرام، زي ما سجلنا مع حضراتكم ومن منذ بداية اليوم مع عدد كبير من السادة النواب، نتحدث الآن مع بعض السادة الوزراء في وجود أو إعلان التوصيات أو حتى النقاط سواء كانت الاتفاق أو الاختلاف في برنامج الحكومة. بيسعدنا ويشرفنا فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بنرحب بحضرتك يا فندم ومنورنا دوما على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بيك وتحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أنا في صميم الموضوع ونحن الآن يعني نرى نقاط توافق كثيرة، نقاط توصيات، أشياء كثيرة هي في الأول وفي الآخر هي في مصلحة المواطن، وهو كان هذا هو التكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هو المتوقع وما هو المأمول، ما هو من حضراتكم في وزارة الأوقاف في الفترة القادمة حتى نصل أو تصل هذه الرسالة مباشرة من حضرتك؟ طبعا ما نشهده اليوم هو قمة التفاعل الراقي بين مؤسسات الوطن، حيث تحضر الحكومة بكامل تشكيلها في مجلس النواب الموقر لمنح الثقة بعد جلسات مستفيضة وعميقة جرى فيها مناقشة برنامج الحكومة من اللجنة الخاصة المشكلة من السادة النواب الكرام. والذي لاحظناه أثناء تلك الجلسات أن المناقشات كانت في منتهى العمق والتخصص وتمثل قراءة ناقدة وواعية تسقل برنامج الحكومة وتزيده إحكاما. بعد انتهاء جلسة اليوم يأتي وقت الانطلاق إلى تنفيذ البرنامج بمنتهى التفاني والصدق وبروح البرنامج وإطاره الواسع وآفاقه الرحيبة. من الآن فصاعدا سيأتي وقت للتنفيذ، سيأتي وقت تشغيل المؤسسة بكامل طاقتها لتقدم للإنسان المصري أرقى ما يمكن تقديمه. أنا أعلنت من بداية حلف اليمين ووفق البرنامج الموجود ووفق توجيهات السيد الرئيس ورؤية الدولة المصرية أننا في وزارة الأوقاف نستهدف العمل على إكمال مواجهة الإرهاب والتطرف. نريد في المحور الثاني أن نواجه كل مظاهر التراجع القيمي والسلوكي والتطرف اللاديني المضاد، فنريد مواجهة جريئة للإلحاد والإدمان والانتحار، التنمر، التحرش، ارتفاع معدلات الطلاق، الزيادة السكانية، اهتزاز الثقة، نشر جو الإحباط والتشاؤم. نريد لكل الخطباء والأئمة في المساجد أن يكون خطابهم الديني مواجها مواجهة علمية فكرية سليمة لتلك النقاط الخطيرة على المجتمع المصري. المحور الثالث هو إعادة بناء الإنسان، إعادة بناء الشخصية المصرية، أن يعود الإنسان المصري ليتدين فيثمر تدينه، أن يكون إنسان صانع للحضارة، أن يكون إنسان قوي، أن يكون إنسان وطني، أن يكون إنسان شغوف بالعلم، شغوف بالعمران، واسع الأفق، يقدم الخير للإنسانية. أنا أريد أن يدخل الإنسان إلى قراءة القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف فيخرج وقد ازداد وطنية وازداد وفاء وانتماء لوطنه، وقد تمكنا من صناعة الإنسان واسع الأفق كامل الوعي. فالمحور الثالث هو بناء الشخصية وبناء الإنسان. المحور الرابع هو بناء الحضارة. كل ما سبق كان تمهيد وتنقية الأجواء من كل مظاهر التطرف والإرهاب وما أشبه، حتى يمكن أن نعود إلى المسار الصحيح المقصود من الأساس من نزول الشرع والدين، الذي هو الانطلاق إلى الشغف بالعلم والمعرفة. كم في تاريخ المسلمين من مبدع في علوم الفلك وفي الطب وفي التشريح وفي سائر علوم الحضارة. نريد للإنسان المسلم أن يعود مرة أخرى شغوف بالابتكار والإبداع، أن يكون حريصا على نيل جائزة نوبل، أن يسجل براءة اختراع جديد، أن يبني المؤسسات، أن يشارك البشرية والعالم من حولنا في الهموم التي تعاني منها البشرية، أن ينطلق إلى رعاية الطفولة، إلى التنمية المستدامة، إلى رعاية البيئة، إلى الاختراع والاكتشاف.
الرؤية طموحة، نتمنى من الله التوفيق في تقديمها. نعتزم الانطلاق إلى العالم الافتراضي وعالم السوشيال ميديا وعالم الذكاء الاصطناعي. أمس على طول كان هناك اجتماع بيني وبين السيد وزير الاتصالات معالي الوزير عمرو طلعت، وقعنا بروتوكول تعاون نستهدف إنشاء منصة إلكترونية واسعة الانتشار لتحقيق هذه المستهدفات الأربعة. اليوم يوم وطني بامتياز، حيث تلتقي السلطة التشريعية والتنفيذية على أن تصغي السلطة التنفيذية إلى ما يراه نواب شعب مصر العظيم. إن شاء الله. فضيلة الدكتور نورتنا، شكرا جزيلا، كل التوفيق لحضراتكم يا رب. شكرا جزيلا لي. شكرا. شكرا. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا الحوار مع الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. ويعني كان في لقاء ما بين زميلنا محمود السعيد والسيد وزير الأوقاف الدكتور أسامة أزهري. تعالي حضرتك يا فندم. في الحقيقة من المكاسب الكبيرة في الوزارة الجديدة الدكتور أسامة الأزهري. أنا أعرفه، وهذا الرجل بالفعل من المجددين في الدين الإسلامي، شخص يعلم جيدا أهمية الإسلام، يعلم جيدا السماحة، يعلم جيدا الخطورة اللي موجودة على هذا الدين من جانب الجماعات المتطرفة اللي كنا لسه بنتكلم عليها من شوية. راجل بيمثل بالفعل الإسلام الوسطي، الإسلام المصري اللي هو ما يعرفش التطرف، بيعرف المواطنة، بيعرف ازاي يجمع الناس بالفعل. ويمكن الحوار بتاعه دلوقتي يتكلم على مواجهة التطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وتحصين الشباب من هذه الأفكار، وانه يبقى فيه عمل من وزارة الأوقاف. نحن ننتظر هذا العمل بالفعل من يعني منذ فترة طويلة، انه وزارة الأوقاف يعني تتناول هذا الملف وتهتم به، لانه بالفعل بيمثل خطورة جاية مستقبلية انه تصل هذه الجماعات وتستطيع ان تجند عصر جديدة لنفسها بهذه الافكار المتشددة والمتطرفة. فبالتالي ده عمل كنا ننتظره بالفعل من الوزارة، وانه على رأسها دكتور أسامة الأزهري بممثله، ويمكن داخل مصر وخارج مصر، لان نتكلم على شخصية ليها يعني تأثير عربي كبير وتأثير في العالم الاسلامي كبير، فيملك بالفعل أدوات تأثيره، ويملك بالفعل أدوات ما يمكن أن نسميه أنه يمثل الجانب الإسلامي الوسطي الخطاب الديني المعتدل في مواجهة الخطاب التحريضي وفي مواجهة الخطابات المتشددة. بيمثل بالفعل شخصية توافقية، كل الجميع يعني يرحب بالتعامل معها ويرحب ب يعني ما تقدمه من أفكار حقيقية. احنا بنتكلم على عالم بالفعل عنده كتاباته وعنده آراءه الإسلامية اللي الجميع يحترمها والجميع يجلها. فيعني هذا حوار أتصور أنه مهم جدا، ما طرحه من أفكار ومن برامج سنرى فيها وزارة الأوقاف مهمة. وزارة الأوقاف أساسا مهمة، وهي عندها بتملك يعني العديد من المنشآت والعديد من الأماكن التي لو أحسن استغلالها ممكن تضر بأموال على موازنة الدولة على حسب علمي. يعني ده الجزء الاقتصادي، لكن يمكن الجزء الاقتصادي يعني هو بالفعل الدولة تستفيد منه، لكن الجزء الفكري والخطاب الديني ده أهم. أتصور أنه أهم، لانه ده اللي ينتظره العالم مننا. يمكن في اشكال النهارده في العالم كله في مواجهه هذه التنظيمات المتطرفه، مصر هي من يمكن ان تقدم روشته الحل، كيف يمكن ان نحل هذه الازمه. هذه الازمه النهارده موجوده في اوروبا بشكل مكثف، موجوده في دول كثير من العالم، قدرت هذه التنظيمات تصل اليها وتصنع لنفسها جتوهات تؤثر على الامن في هذه المناطق. فبالتالي ينتظرون من مصر وينتظرون من الدكتور أسامة الأزهري تحديدا في هذه الوزاره الجديده انه يقدم روشته حل لهذه المساله. الخطاب الديني كيف يمكن أن يصبح أكثر رشدا، يصبح أكثر يعني ترميما للمجتمعات، ما يصنعش تشاحن ما بين الفرقة ما بين نسيج الوطني الواحد. الخطاب القديم بتاع الجماعات المتطرفة ما كان يخلي الناس يعني تتصارع داخل المساجد. بالضبط، والمساجد تبقى نقطة انطلاق للأخلاق ونقطة انطلاق للثقافة الدينية المحترمة اللي هي مبنية بالأساس على صحيح الدين. يعني كفانا بقى السير وراء شيوخ بقى التنظيمات المختلفة بأفكارهم المختلفة، بما يقدمونه من تشدد، بما يقدمونه من ما يفرق بين يعني الأسرة الواحدة. فاحنا النهاردة عايزين نشوف خطاب ديني مختلف، خطاب ديني يعني يجمع لا يفرق، وده اللي احنا منتظرينه من الدكتور أسامة الأزهري.
نعم. طيب نتابع مع حضراتكم مشاهدينا هذا الخبر، حيث ترحب كتلة الحوار بحصول الحكومة المصرية الجديدة على ثقة البرلمان المصري، كما أشادت بدراسة البرلمان المعمقة لبيان الحكومة، وذلك من خلال جلسات متعددة أبرزت عبر لقاءات المجموعات الوزارية بشكل عملي على الحزم على الحزم الوزارية التي شكلتها الحكومة الجديدة. هو تقليد ربما يكون الأول من نوعه في تعامل الحكومة والبرلمان مع برنامج الحكومة، وهو ما يعزز الشفافية والدراسة والنقاش بين الحكومة والبرلمان. ومن مظاهر هذه الشفافية هو ظهور السيد رئيس الوزراء عدة مرات في مؤتمرات صحفية للرد على تساؤلات الرأي العام والإعلام، لا سيما في أزمة الكهرباء، كنموذج يشرح للمواطن أبعاد الأزمة وخطط الحل العاجلة، وأيضا المتوسطة وطويلة المدى. وأيضا برنامج الحكومة المكون من حوالي 300 صفحة أصبح بين منشور كوثيقة التزام بين هذه الحكومة والشعب. كل هذه الأمور تجعلنا مستبشرين بأداء مختلف ونتائج أكثر إيجابية لصالح المواطن المصري. لذلك تشارك كتلة الحوار البرلماني المصري الثقة في الحكومة، وسنظل مراقبين لأدائها بشكل موضوعي من خلال الحكومة في ظل كتلة الحوار وباقي مؤسسات الكتلة. كذلك نوجه التحية للبرلمان المصري ولجانه المتخصصة، والتي أبدت أداء جديدا بالتدقيق في برنامج الحكومة بشكل مطول وموسع، وهو ما يعكس استعادة البرلمان لحيوية الأداء الرقابي، وهو أمر ضروري ومحوري في مسار التنمية السياسية. ينضم إلينا هاتفيا دكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار. دكتور باسل أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، وعايزين تعليق حضرتك على هذا البيان، تفضل يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. النهاردة يعني الحقيقة يوم من أيام الدستور المصري وتفعيل تطبيقاته، والنهاردة يوم بيقول إن إحنا دولة قانون ودولة دستور في هذا التطبيق العلني أمام كل الجماهير وكل الشعوب، ممارسات طبقا للدستور بتقديم البرنامج، دراسته ثم الموافقة عليه في اللجنة، رفعها للجلسة العامة، الموافقة عليه في الجلسة العامة. فالحقيقة ده يوم سياسي بامتياز ويوم دستوري بامتياز. والحقيقة كمان كم المناقشات اللي احنا تابعناها على التلفزيون للجان اللي اتعملت مع وكيل المجلس وكيلي المجلس واللجان اللي اتشكلت بحضور مجموعات وزارية متعددة، الحقيقة ده تقليد انا بتصور انه ما اتكررش كتير، او جايز يكون الاول من نوعه لأكثر من جلسة مدققة وخاصة. معلومات اللي انا سمعتها وتابعتها اكثر من 70 ساعة مناقشات، 300 صفحة البرنامج، فهي مناقشات مفصلة وتقليد دستوري جديد يتم بعناية. كمان الحقيقة المجموعات اللي كانت موجودة هي إبراز للتقليد الجديد اللي عملته اللي عمله مجلس الوزارة لأول مرة بالمجموعات الوزارية المتعددة زي مجموعة السياحة والمجموعة الاقتصادية ومجموعة الصناعة وهكذا مجموعات التنمية البشرية. فتم النقاش في إطار هذه المجموعات، فأنا بشوف إن ده أول تفعيل حقيقي للمجموعات الوزارية اللي كانت موجودة. البرنامج كمان الحقيقة كان من المميزات اللي فيه لما قريناه وتابعناه انه مركز جدا على تفعيل خدمات الجماهير والنزول للمواطن وتطبيق خطاب التكليف اللي كان اصدره السيد رئيس الجمهورية. فدي الحقيقة كلها مؤشرات تبعث على الامل ان احنا امام مستقبل مختلف. انا كمان الحقيقة متابع اداء الوزراء والمحافظين، احنا شايفين اداء حيوي ومختلف جدا، يعني اداء فيه قدر من عايز اقول اداء ناضج كده حي. نعم. اتكلم على يعني حاجه طبيعيه كلنا كنا بندور عليها فتره طويله، النزول للمواطنين لمشاكل الناس. فكل هذا الاداء يدفعنا ان شاء الله للثقه ان احنا امام مستقبل ان شاء الله جيد، وبننتظر من هذه الحكومه الكثير بصفتنا في كتله الحوار كتكتل سياسي. احنا هنتابع اداء الحكومه بالاداء الموضوعي اللي احنا دايما بنشتغل عليه. عندنا حكومة ظل في الكتلة، كل وزير في حكومة الظل بيتابع نفس الوزارة المعنية،
فبإذن الله من خلال لجان الكتلة احنا هنبقى داعمين، حتى داعمين بالملاحظات، حتى وإن كانت ملاحظات مختلفة أو اختلاف، لكن كله دعم لأداء الدولة وأداء الحكومة إن شاء الله في الفترة القادمة. الشكر الجزير لحضرتك الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز. أستاذ محمود، عايزين تعليق أخير من حضرتك. يعني في الحقيقة ما ذكره الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار هو بيمثل المعارضة الرشيدة في مصر. هو هذه الكتلة نشأت يعني خلال العام الماضي وبتمثل تيار من تيارات المعارضة المصرية اللي بتمارس دور رقابي بالفعل على الحكومة، ويمكن حتى إشارته لتشكيل حكومة ظل، فإحنا هنا بتراقب وبتدي برضو حلول للمشاكل اللي ممكن تواجهها الحكومة. فده عمل أتصور أنه هو رقابة يعني زيادة على أداء الحكومة، وبيمثل بالفعل المعارضة الرشيدة اللي احنا محتاجينها. يعني انت طول الوقت محتاج في الشكل الديمقراطي انه يبقى في معارضة عندها نوع من انواع العقل وعندها ما يمكن ان تقدمه للحكومة. انا بشكر حضرتك استاذ محمود الشكر الجزيل الدكتور الاستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير اخبار اليوم، ضيفا عزيزا علينا في استوديو اكسترنيوز. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، حوارنا مستمر وهذه التغطية مستمرة دائما على شاشة اكسترنيوز، فابقوا معنا.